أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مستحضرات طبية تهمك مع دكتور صيدلي طارق محمد عبد الله حلقتنا النهاردة عن منتجات بمعنى أصح كده مهدور حقها مجموعة كريمات ولا أروع للعناية بالبشرة لشركة بي اتش فورمولا الأسبانية والشركة دي في الحقيقة عرضت ليها أكتر من منتج تقدروا تراجعوا الفيديوهات السابقة من اللينك الظاهر دلوقتي ودايما كده بندور على كريم يعطي نضاره كريم مقاوم للتجاعيد توحيد للون البشره وتفتيح حتى كريم ترطيب وترميم للبشره علشان كده الفيديو ده مهم جدا هعرض فيه كريم فيتا اي فيتامين اي بي اتش فورمولا كريم فيتا بي 3 نياسيناميد وكريم فيتا سي فيتامين سي من بي اتش فورمولا هعرض شرح مختصر لكل كريم في الثلاثة وتركيبته وطريقة الاستخدام الصحيحة بي اتش فورمولا فيتا كريم حبيبنا المقاوم للتجاعيد تحسين لمظهر الخطوط وعلامات تقدم السن الزهرة بالبشرة تركيز الريتينول في الحقيقة شدني وهو من أعلى تركيزات الريتينول النقي الموجود في الماركت حاليا واحد ونص في المية بيور طبعا الريتونول مش محتاج كلام معالج ومصحح للتجاعيد والخطوط الزهره بالبشره بجانب ان الكريم بيحتوي على مجموعه من مواد الترطيب منها سكوالين يوريا الانتوين فيتامين اي واللي بيكون في صوره تكوفيرول بي اتش فورميلا فيتا اي كريم مصحح لعيوب وشوائب البشره معنى كده اننا نقدر نستفاد ونستخدم الكريم لعلاج الرؤوس السوداء والمسام الواسعه مفيد جدا برضو في علاج بقع التقدم في السن اللي بنطلق عليها ايج سبوتس كريم فيتا ايه بجانب المرطبات الموجودة بالمنتج هيساعدك كتير في تحسين ملمس ونعومة البشرة طريقة استخدام كريم بي اتش فورمولا فيتا ايه هتكون ثلاث مرات بالاسبوع يعني يوم بعد يوم مساء على كامل البشرة ما عدا منطقة العين وبالتحديد على اماكن الشوائب وعلامات تقدم السن بنستخدمه طول الليل ويترك للصباح وده هيكون بعد تنظيف البشرة بغسول مناسب صباحا بقى مهم جدا كريم مرطب مناسب للبشرة وفي حالة التعرض للشمس هنستخدم فوق المرطب واقي شمس مناسب نقدر نستمر على كريم فيتا اي لمدة 3 شهور وبنكرره في اي وقت خلال العام وحابب اوضح ان كريم فيتا اي مناسب لجميع انواع البشرة في الحقيقة الترتيب بتاع المجموعة دي جميل جدا A B C كريم النياسينامايد بي اتش فورمولا فيتا بي 3 كريم نياسينامايد بتركيز 5% في الحقيقه النياسينامايد او فيتامين بي 3 من التركيبات اللي بحبها جدا ترطيب وترميم للبشره تفتيح للبقع الداكنه كريم ينظم افرازات الدهون بالبشره يعالج الاحمرار لو البشره بتعاني من التهاب واحمرار مكافح كمال لشحوب وبهتان البشرة وفي الحقيقة الكريم ده مفيد جدا في الترطيب الليلي فعلا لو استخدمتيه في الترطيب المسائي مش هتندمي أبدا فضلا عن أن المنتج بيحتوي على تركيب الترطيب مناسبة جريسرين، صوديوم بي سي اي يوريا ألانتوين كمرطب للبشرة فيتامين اي واللي بيكون في صورة تيكوفيرول كمضاد أكسدة ومرطب للبشرة بالاضافه كمان انه بيحتوي على فيتامين سي في تركيبته كمضاد اكسده واللي بيكون في صوره اسكوربيل بالميتات اسكوربيك اسيد وطريقه استخدام كريم بي اتش فورمولا فيتا بي 3 هتكون مره باليوم كترطيب وترميم مسائل البشره هنستخدمه بشكل يومي على كامل البشره ما عدا منطقه العين حابب اوضح ان كريم بي اتش فورمولا فيتا بي 3 كريم مناسب لجميع انواع البشره الفترة اللي فاتت تعليقات كتير عن تصبغات واسمرار منطقة حول الفم وفي الحقيقة مش بنصح باستخدام أي مواد مقشرة في المنطقة دي الكريم اللي فعلا هتلاحظي منه نتايج ملحوظة استخدامك لكريم فيتامين سي لبراند محترم زي بي اتش فورميلا وبنصحكم بكريم بي اتش فورميلا فيتا سي كريم لعلاج تصبغات حول الفم توحيد للون البشرة ونضارة متكاملة للبشرة ده فضلا عن ان الكريم في الاساس مرطب يومي ترطيبه بيدوم لمدة 24 ساعة فيتامين سي متوفر هنا في صورة مغنيسيوم اسكوربايل فوسفيت صورة متميزة لفيتامين سي بتركيز 4% بجانب تركيب الترطيب جليسرين يوريا الانتوين صوديوم بي سي اي فيتامين اي واللي بيكون في صورة توكوفيرول توكوفرايل اسيتات كمضاد اكسدة ومرطب للبشرة وطريقة استخدامك لكريم فيتا سي بي اتش فورمولا هتكون مرة باليوم مساء ككريم مرطب ونقدر نستخدمه كترطيب نهاري في حالة استخدمتيه صباحا بتضعي فوق منه واقي شمس مناسب للبشرة الكريم كمان مناسب لجميع أنواع البشرة مجموعة كريمات بي اتش فورمولا سواء فيتا اي فيتا بي 3 فيتا سي خالية من البرابن مناسبة للبشرة الحساسة الكريمات متوفره في مصر بالصيدليات الكبيره ومتوفره في اغلب البلاد العربيه منتظر دعمكم دايما لايك وشير والاشتراك بقناه مستحضرات طبيه تهمك للدكتور طارق محمد عبدالله تحياتي